في الجرائم بقى وفي القضايا في حاجات يعني مش عارف اذا كانت تضحك ولا تبكي. محافظه دمياط النهارده كان فيها حاجه غريبه جدا حصلت. محامي النهارده انتحل صفه ضابط والقى القبض على دكتور. المحامي عمل كده انتحل صفه ضابط علشان الدكتور ده كان عليه حكم قضائي. فالمحامي عمل ضابط وخد وراح جاب الدكتور وقال له ان هو ضابط وان هو بينفذ الحكم القضائي وخده راح بيه الاسم. هيتم تنفيذ الحكم القضائي لكن كمان المحامي بيواجه عقوبه. احنا معانا زميلنا عماد الشاذلي، موجود زميلنا في دمنهور طبعا، في دمياط انا اسف. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، ايه التفاصيل، في تفاصيل تانية انا قلت ما قلتهاش. استاذ شريف السفير مساء النور. هي الواقع باختصار ان فوجئ اسم ضباط اسم شرطه بندر دمياط بدكتور ومحامي داخلين الاسم، وفوجئوا بان الدكتور اتهم المحامي بان هو دخل على العياده وقال له انا ضابط من ضمن قوه اسم شرطه بندر دمياط وان عليك حكم 10,000 جنيه غرامه لسب وقذف نقيب الاطباء، وان انا يعني مطالب بان انا اخدك عشان اجراءاتك القانونيه، وان انا العربيه بالظبط والعربيه بتاعتي موجوده. وبالفعل نزل الدكتور مع المحامي وراح الاسم. الدكتور قال لي الكلام ده طبعا قدام ضباط اسم الشرطه، واتهم المحامي بان هو انتحل صفه ضابط وان هو تحايل عليه عشان يفسده من العياده بتاعته بحجه ان هو ضابط. اتعمل محضر بالواقعه وتم حجز المحامي للتحريات، والتحريات اثبتت يعني من شويه تم اخلاء سبيل المحامي لان الكاميرات المراقبه اللي في الشارع اكدت ان بالفعل كان المحامي موجود في العياده عند الدكتور، ولكن بالطبع طبعا ما ثبتش ان هو كان يعني قال ان هو ضابط ولا لا. دي ما يمكن يعني ده على حسب كلام الدكتور. الواقعه دي كلها والاتهام ده على حد كلام الدكتور. تمام. والدكتور طبعا بالنسبه للواقعه للقضيه بتاعته تم اتخاذ الاجراءات. بس ما فيش تهمه اتوجهت للمحامي؟ ليه؟ ما فيش تهمه بيواجهها المحامي؟ هي طبعا ده على ذمه القضيه. على ذمه القضيه. بشكرك شكرا جزيلا عماد الشاذلي زميلي ومراسلنا، مراسل يحدث في مصر، شكرا جزيلا على وجودك معانا.